طيب، موضوع مهم جدا ان احنا فعلا نبقى مفوضين امرنا لله، متوكلين قوي على الله، وعندنا يقين ان هو ما بيعملناش الا الخير. ساعات الواحد يحصل له حاجه يبقى فاكرها شر، بس هي فعلا باطنها فيه خير واحنا اللي مش شايفين، او العكس. الحمد لله كفى، وصلي اللهم وسلم وبارك على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى واله المستكملين الشرف. اما بعد، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. تمم اللهم ما به بداتنا، ولا تسلبنا اللهم ما اعطيتنا، اللهم امين. لا شك ان هذه الايه هي ايه عظيمه جدا، ولها اثر مهم جدا في المؤمنين الذين وعوا هذه الايه واهتدوا بهداها. والايه دي متعلقه باصل من اصول الايمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالإيه؟ بالقدر. خير وشر. اللي أنا عندي قضية الإيمان بالقضاء والقدر. كتير من الناس للأسف الشديد ربما يحفظ هذا الحديث، لكن التفاعل القلبي مع قضية الإيمان بالقضاء والقدر ربما لا يكون إلا إذا حصل بقى تجربة، حصل حاجة عشان يبدأ يكون المحك. زي ما هنضرب الأمثلة دلوقتي، لما نشوف الآية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والعكس وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وهنا نلاقي ربنا تبارك وتعالى قال وهو خير، نكر الخير وهو خير لكم. وحنلاقي تاني في آية تانية أخرى في سورة النساء، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. دي مهمة جدا. طيب، يبقى الخير اللي ربنا تبارك وتعالى تلاقي مربوط بالآية الثانية بتاع سورة النساء، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الآيتين مرتبطتين ببعض جدا. هنلاقي إن الإنسان ربما يقع له من أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة اللي بتجزع لها النفس، ويبقى الإنسان حزين ويبقى زعلان جدا، وما يعرفش إن في باطنها الخير. في باطنها الإيه؟ في باطنها الخير. لما أجي للآية الأولى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الآية دي مضربها فين؟ الآية دي بتتكلم عن عبادة شاقة جدا، اللي هي قضية الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. إنسان مجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى في ألم بدني، والإنسان هو بيدخل في قضية الجهاد في ألم بدني وألم نفسي وكل حاجة. ومع ذلك الله عز وجل بيقول يا جماعة خلي بالكم إن ده ممكن يكون في ظاهره الألم ده، لكن في باطنه الخير كله. يبقى الآية دي بتتكلم عن ألم إيه؟ ألم بدني. الآية الثانية فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، دي بتتكلم عن ألم إيه؟ مفارقة الرجل لزوجته أو الزوجة لزوجها، بتتكلم عن ألم نفسي. ومع ذلك الله عز وجل يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا إيه؟ خيرا كثيرا. هنلاقي الآية بتتكلم عن عبادة من أعظم العبادات، وهي ذروة سنام الإسلام، وهي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. الآية الثانية بتاع سورة النساء تتكلم عن علاقة من علاقات الدنيا، اللي هي علاقة الإيه؟ علاقات الزواج. ومع ذلك الله عز وجل يقول يا جماعة أنتم لا تعلمون. الآية بقى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذلك القرآن حكى بقى قصص كثيرة جدا. هتلاقي مثلا في قصة أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هو في أم عاقلة تبقى عارفة إن فرعون عمال متربص بالأطفال، وبعدين تروح حاطة كده ابنها في اليم في البحر كده، فيبقى على مرأى ومسمع من الجميع ده إيه ده؟ ده طفل. وهي عارفة إن فرعون بيقتل الأطفال، ومع ذلك إيه اللي خلاها تعمل الكلام ده؟ هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه، طب أنا خايفة عليه أخبيه؟ لا، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوا إليك وجعلوه من المرسلين. إيه اللي خلاها تصل للدرجة دي؟ والله يعلم وأنتم إيه؟ وأنتم لا تعلمون. الظاهر الشر ولا مش شر؟ وهي بترميه كده، ده ظاهر شر ولا شر؟ ومع ذلك في باطن الأمر كان موسى نبي الله الذي قضى على مين؟ على فرعون. المثال الثاني اللي حضرتك ضربتيه اللي هو أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وإيه؟ وكفرا، فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هو لما الغلام ده اتقتل، هو ده في الظاهر شر ولا مش شر؟ شر طبعا. لكن في الباطن إيه؟ خير. فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا. ولذلك الإنسان لابد أن يؤمن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره.